رجعنا لكم مشاهدينا في فقرة ثانية من البرنامج متاعنا، برنامج الطريق إلى القمة. وتوا باش نفهموا أنه طريق القمة بطبيعة يبدأ بخطوات أولى في النشأة، لكن توا باش نتعداو المرحلة أخرى اللي هي رحلة كفاح. رحلة كفاح مع الأستاذ محمد منصف الباروني. سي منصف، الكفاح تواصل بعد البكالوريا، بما أنه كان فما اختيار إما تتوجه للأكاديمية العسكرية وإلا تمشي في شعبة علمية. يظهر لي كان فما برشا كلام على المستوى العائلي وين باش تتوجه، وبعد في الأخر عملت الاختيار بتاعك. احنا دائما يعني في خصوص الاختيارات بالنسبة للطريق متاعنا، هو دائما يبدأ من الشخص نفسه ثم بعد ذلك بطبيعة حال ياخو نصايح أو إرشادات من الناس المحيطين به وأقرب الناس المحيطين به، العائلة المباشرة. فكان عندنا في سنة 66-67 يعني كان ثم موجودة بداية الأكاديمية العسكرية في تونس، من زلت ما حلتش، لكن كانوا ياخذوا لباشوليه يبعثوهم السانسير باش يعملوا في فرنسا غراند ايكول. غراند ايكول سانسير نتاع الاكاديمي ميليتير، غادي على اساس انه يعملوا تابعين جوستمون وزاره الدفاع الوطني، يبعثوهم من هنا من تونس يدرسوا في السانسير ثم يرجعوا ويلتحقوا بالخدمه العسكريه كضباط. وكانت عندي اختيارات اخرى، معناها اتجاهات اخرى، وما كانش عندنا في وقتها ما يسمى بالتوجيه الجامعي. كانت كل الجامعات كل الكليات مفتوحة، فماش وزارة، ما ثماش وزارة التعليم العالي، لما ثم وزارة التربية القومية اللي هي كانت تسير في الجامعة. وكانت عندنا جامعة واحدة، الجامعة متاعنا كانت في تونس فقط، 9 أبريل. وتسعة أبريل البنية متاع 9 أبريل كانت تحتوي على تقريبا كل الكليات ما عدا كلية الطب اللي كانت وين شارنيكول، ولا كلية كلية العلوم اللي كانت في باب حر في شارع فرنسا. معناها انت كنت نجم تكون جنرال. اي كان في الجيش، معناها تو كان تبعوا المسيره راك جنرال. جنرال روتريت يعني في الوقت هذا. فبعد تفكير بعد كذا الى اخره خممنا انه نمشوا في اتجاه الحقوق، كليه الحقوق. فدخلت كليه الحقوق، وكان وقتها من الضروري انه يكون عندي بورس باش نجم نواصل الدراسه نتاعي في التعليم العالي. وكان نظام التدريس وخاصه في كليه الحقوق اذا كان طالب يطلب معناها منحه يلزم يعمل في نفس الوقت وبالتوازي مع كليه الحقوق المدرسه القوميه للاداره المرحله الوسطى اللي هي لينا، معروفه برشا. دونك دخلت لينا بالتوازي. بالتوازي كنا نقراو في كليه الحقوق وفي نفس الوقت نقراو في المدرسه القوميه للاداره. خاطر يظلي في الفتره ذيك سي المنصف قاعدين يحضروا في الكوادر نتاع تونس، يعني لازمك تمشي 10 سنوات تقريبا تخدمهم في الدوله في الدار. اذا كان تاخذ بورس مقابلها انك تقرا في المدرسه القوميه للاداره الى جانب وبالتوازي وفي نفس الوقت مع كليه الحقوق، وتلتزم بخدمه الدوله في الاداره العموميه مده 10 سنوات. هذا هو. علاش حبيت الحقوق؟ علاش حبيت المحامي؟ لا لا، مازال محامي ما ظهرتش. مازال ما ظهرتش. لا ما ظهرتش وقتها فكرة المحامي وكذا، مازال ظهرت فيما بعد بشوية بشوية. إنما الحقوق لأنه كنت نحب لي ماتيماتيك، ولكن في نفس الوقت أنا باكليتر. وجيت نشوف نلقى وأن الحقوق سي دي ماتيماتيك، كانها الرياضيات، لأن الحقوق منطق ماهيش أدب بحت، ماهيش شعر، ماهيش فلسفة، ماهيش فلسفة، ماهيش شعر، هي منطق، هي قواعد، هي يعني تعريفات، هي تطبيقات إلى آخره. فهذا اللي حببني فيها، ودخلت في الحقوق وقريت الحقوق مدة 4 سنوات، وفي نفس الوقت 4 سنوات في المرحلة الوسطى للمدرسة القومية للإدارة حتى العام 70. عام 70 كملت الإجازة متاعي في الكلية، وخذيت الدبلوم تاع المدرسة القومية للإدارة مرحلة وسطى، وتحصلت على جائزة رئيس بورقيبة وقتها كأحسن معناها طالب في كلية الحقوق لمدة 4 سنوات. خذيت جائزة رئيس لوريال. قابلت بورقيبة، الحبيب بورقيبة، وخذينا جائزة من عند الحبيب بورقيبة. وكان يوم العلم يعني شيء يعني يبقى في الذاكرة، يبقى في الذاكرة كيوم تجتمع فيه كل الطاقات المميزة متاع
طلب العلم وقيمة العلم تظهر في مثل هذه المناسبات. كي نحكيو على الليدرشيب والقيادة، المدرسة القومية للإدارة حلم برشا ناس. وانت المسيرة متاعك في المدرسة القومية للإدارة تعلمت فيها برشا حاجات، شنو تعلمت؟ تعلمت النظام الإداري. تعلمت ما معنى الخدمة العمومية للسيرفيس بيبليك، ما معنى الانضباط في الإدارة، ما معنى حقوق المواطن في الإدارة، ما معنى قيمة الخدمة الإدارية بالنسبة للبلد. للبلاد نلقاه أن ما ثماش حاجة في البلاد تقع بدون تدخل من الإدارة. فإذا كانت الإدارة منظمة، وإذا كانت الإدارة قائمة بواجبها، وإذا كانت الإدارة معناها تحترم النصوص اللي هي تسيرها، فلما تكون خدمة الإدارة للمجتمع وللبلد على أحسن ما يكون، كل الخدمات تولي تمشي في نفس الاتجاه، لأن هي المعيار، هي اللي توجه الناس. هي أما تنجح في تشجيع العمل والإنتاج والنمو، وهي كذلك تكون العكس أحيانا إذا كان تصرف بتاعها ما كانش كما يجب أن يكون. خذيت قرار مصيري، أنت دخلت تقرأ في اللينا، ومن بعد جيت تقريبا في السنة الثالثة وقررت أنك تقص القراية متاعك، لأنك قررت أنك تتوجه للمحاماة. فما هكا نادرا نجم نقوله مع الوالدة، روحت الوالدة استشرتها. كي دخلت أنا في المرحلة العليا المدرسة القومية الإدارة، كان إذن الاتجاه هو أنه باش نكمل 3 سنوات متاع المرحلة العليا ونخرج كمتصرف مستشار، معناها مكاني موجود، الإدارة الترفية، المكتب، الوظيفة، كل شيء. وكنا في المدرسة القومية الإدارة في المرحلة العليا من أحسن الطلبة من حيث قيمة المنحة. تصور الإنسان المتصرف حكومي يخدم يأخذ 68 دينار في الشهر، أنا طالب في المرحلة العليا القومية الإدارة نأخذ في 92 دينار. أي يعني كنا مدلين الحق، والعدد متاعنا ما كانش برشا. أنا العام اللي دخلت فيه عام 71 يعني في المرحلة العليا القومية الإدارة معناها 12 واحد أكاو. 12 من تونس الكل. الكل المرحلة العليا فيها 12 واحد. واضح. معناها نخبة. وخذيت قرار جريء. بعد لما أنا دائما وأبدا نراجع عائلتي وراجع المحيط المباشر لي في كل الخطوات اللي نعملها. علاش؟ لأني دائما وأبدا باش نعيش معهم في هذا الوضع أو في ذاك. وما نحبش أنا نكون سبب في أنهم يشقاوا في جرتي. فديما نشاورهم ونأخذ منهم الأفكار، ولا خاب لا خاب من استشار. صحيح. أول واحد باش نشاوره هي أمي. هي اللي ربتني، هي اللي ساعدتني، هي اللي شجعتني، وهي المرجع متاعي. فتحدثت أنا وياها، قلت لها توا أنا ها الاتجاه اللي نقرأ فيه، ولكن عندي إمكانية وأنا ندخل محاماة، شنو رأيك؟ قالت لي كلمة واضحة ياسر، قالت لي وليدي نحبك تخدم خدمة إذا كان نجحت بذراعك، وإذا كان ما نجحتش أنت سبب. تخدم خدمة مع الدولة مسمار في حيط، ما كان ماكش أنت العنصر الأساسي للنجاح فيها ولا الفشل فيها. معناها الوالدة يمكن تولدت عام 20 ولا في عام 19. عام 19 تقريبا. عام 19. ولا تؤمن بمسمار في حيط. لا، كان ثقافة هذه ما عندهاش. كان ضد المسمار في حيط، كانت مع العمل الحر. أي. ومع وسيرتو معناها المبادرة. المبادرة يعني لونتربرونيريال. ذراعك ذراعك انت في الحياة هذه، قياسك وزنك هو ذراعك، فحتى حد ما يلوم عليك. كانك فشلت انت فشلت، وكانك نجحت صح عليك، مش بفضل زيد ولا عمر، بفضل ربي سبحانه وتعالى وفضل ذراعك. وفي هذه الصورة وفي هذه الوضعية فانت حر، ما عندكش شكل لي كونترانت وكل الثقل اللي باش تتحمله بعد ما. والطموح زاد اكبر. اي لو مفتوح المجال، مجال مجال الطريق للقمه مفتوح سبحان الله. كي تخدم يعني على روحك، ربك اراد وانه نمشي في الاتجاه هذا. وسمعت كلام امي
وبطبيعة الحال وقع لي مشكل مع المدرسة القومية للإدارة. تعاقبت ذاك تعاقبت عدوني على الكونسي ديسيبلين باعتبار أني تخليت على الانجاجمون الالتزام اللي أنا عقدته. ليه والدليل هذا الكل والبريفيليج هم محظين لك بلاصتك معناها ولا وحديش ما عادش من زملائي اللي قراوا معايا وكذا كلهم ما شاء الله ربي يكثر منهم هاي. يعني خذاهم مناصب معناها عالية ياسر في الحكومة وفي الدولة. مشيت تواجهت إلى المحامية وكان لقاء مع أستاذ محامي اللي هو أستاذ الرحال هكا ولا هكاك اللي هو أثر لك على المسيرة متاعك. حكينا شوية على سي صالح رحال محامي في بنجة كان هو يقري فينا في دروس المحاماة الكفاءة احنا نسموها اللي باش نوصلوا ناخذوا بها شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. ثم دروس تعطى قبل ما تعدي الامتحان والمناظرة متاع شهادة الكفاءة. من بين المحامين اللي كانوا يقروا فينا هو الأستاذ صالح رحال. أستاذ صالح رحال من بنجة وكان من المحامين الممتازين اللي اختار باش ينتصب في باجة مش في تونس العاصمة. ورغم أنه كان من خيرة المحامين من حيث التكوين وقاري في فرنسا وكان معاشر الهادي نويرة الله يرحمه هاي وقراوا مع بعضهم ويعرفوا مليح وديما يحكي لي عليه. وكان سي الهادي نويرة وقت اللي كان هو معناه الوزير الأول يتصل به وهو في باجة في صديقه باعتباره وقراوا مع بعضهم. فاسي صالح رحال مرة قابلنا قال لي يا منصف نحبك تجي معايا. وتجي معايا وين؟ يعني نمشي معاه في المكتب متاعه في بنجة ما عادش في تونس متربص تولي وندخل معاه متربص لمدة 3 سنوات. احنا كنا في التربص متاعنا في النظام متاع المحاماة 3 سنوات لما للتربص من قيمة وحاجة وضرورة لتكوين المحامي لأن هي صنعة والصنعة ما تاخذهاش في عام ولا في عامين في 3 سنين ومع من يستحق أنه يعلمك الصنعة هذه. فصالح رحال كان بالنسبة لي يعني هو المعلم المعلم هو اختارك كم أنت هو عيت لي هو قال لي جا معايا وفي باجة في المكتب وادخل كمتربص. ثم بعد قال لي شنو النظام التربص هذا بعد ما اخترت أنا نمشي معاه وقطعت مع المرحلة العليا المدرسة القومية للإدارة وتعديت على مجلس التأديب في المجلس القومي للإدارة. مشيت له الباجة وانتهى مسألة الرجوع المجلس القومي للإدارة. فما كانش عندي إلا أني نباشر العمل معه هو والتربص معه هو. ظهرت الحكاية بعد كيف قعدنا في جلسة أولى قدامه هو معنا في مكتبه قال لي منصف هاو كيفاش باش نخدمه باش تكون متربص وجودك هنا لمدة 3 سنوات هو الغاية منه باش تتعلم ما تقبلش حرفاء مباشرة ما تخلصش من الحرفاء مباشرة. ثم أنا باش نعطيك منحة شهرية ب30 دينار من 92 وليت عندك 30 دينار وأنا في باجة ويزمني نكري ما عنديش محل أنا ما عنديش حتى عائلة غادي دونك يزمني نكري يزمني ناكل ريستوران كانت عندي زادة كريهبة صغيرة يزمها شوية مصروف أنتروتيان ومصروف هذوما 30 دينار تعيش بيهم شهر في الشهر كانوا بالضرورة يستجيبوا لكل هذه الحاجات مع التزامي انا تعمل توازن هذا الضروره. اسمع الحاجه ام الاختراع ماش حاجه مستحيله يكفي انك الانسان يحطك في زاويه ويقول لك خلص روحك تلقى الحلول والحلول كانت موجوده. دونك مدلل دليل تقريبا معناها في فتره معينه كنا في المرحله القوميه للاداره كان المرحله العليا مدلين يعني اكيد ولا فما حزم وفما معلم جديد اللي هو عرفته في الجامعه لكن زاد عرفته كاستاذ مباشر نتاعك نعم. في المكتب تمن بالمونتورا بالمنتورينج بالمنتور تعتبره المنتور نتاعك على مستوى والله انا الكلمه هذه ما عرفتها الا وقت لي كثير من الناس اللي انا تعاملت معاهم اي واللي يعيطوا لي مونتور مونتور أنا ما نعرفهاش إيش معناها مونتور؟ معناها تجي الإنسان تاخذه تحتضنه توجهه تنصحه تعاونه تساعده يقول لك أنا جيت دوا أنا راني مدين ليك بهاك العمل هذاك ولا بالتكوين هذاك ولا بالمرجعية هذيك. صالح رحال سيتي مونتور صون ما غير ما نعرف إيش معناها مونتور تعرفش الكونسيبت الكونسيبت ما نعرفوش
خارق العاده. دونك عشت فتره معاه، من بعد تعلمت برشا حاجات من عنده، تعلمت السنه كلها تعلمتها الابجديات نتاع مهنه المحامي. وفما حاجه حكيتها لي قبل بالحق مستني، عاد علمها لك كيفاش تمشي تقابل رئيس المحكمه وكل الاطراف اللي نجم نقولوا تتفاعل غاديك في الوسط القضائي اللي هي تفقدت العاده هذه للاسف. كان ما يسميه هو بزياره المجامله. زياره المجامله، زياره المجامله كورتوازي، هذه زياره مجامله في اي محكمه تمشي لها لابد من امرين: زياره اعضاء المحكمه اللي باش تقف قدامهم بما فيهم رئيس المحكمه، تقدم روحك ثم تسلم عليهم ثم الى اخره وتعرفهم، وثم الثاني حاجه التعرف على الزملاء المحامين اللي هما موجودين غادي، وخاصة القدم منهم. وهذا من باب أنك تدخل تندمج في مجموعة هي تقبلك بفضل هذا التصرف. إذا كان تمشي وما تسلمش على المحامين ولا ما تسلمش على الحكام، ثم تجي في قاعة الجلسة ويجي رئيس الدائرة ويقول لك شو اسمك، أنت لابسك الروب زي وكذا، شو اسمك ولا شكون أنت؟ إهانة هذه. صحيح. فاجتنابا لهذه الوضعية كانت عادة من العادات بتاع المحامين، وإن شاء الله ما نعرفش تتواصل، وأنه ما نجمش ناقف أنا قدام حاكم إلا ما نقابله قبل في مكتبه هو والزملاء متاعه المحامين. زاد مع بعضنا كنا عندنا علاقة أخوية جدا، كنتوا تتعاونوا تتعاونوا باش نتعاونوا وما ما نتعاركوا بأنتر جيمين إلا في قاعة الجلسة وقت اللي أنت تدافع على طرف وندافع على الطرف الآخر، لكن هي حد ساعة بساعتها. لكن احنا نتعاونوا، احنا دائما وابدا سلك واحد، قرينا في نفس المكان، تعلمنا نفس التعليم، نفس المواد إلى آخره، ونباشروا في وظيفة نبيلة جدا، وظيفة نبيلة جدا. الوظيفة هذه هي إقامة العدل والحق بين الناس، ما ثماش ما أعلى منها، ما ثماش ما أنبل منها. بعد باجة قررت أنك تخرج وحدك، مشيت الجندوبة، عاودت رجعت لمسقط رأسك، حليت المكتب متاعك، وهذا زاد فما نوع من معناها مشيت للمنطقة هذيك خاطر كل المنطقة هذيك بالولادة والعائلة متاعك عندها سمعة كبيرة في المنطقة، وعندنا زاد المكان اللي باش نفتح فيه المكتب موجود، المكان اللي باش نسكن فيه موجود، يعني الوالد الله يرحمه خلى مكان موجود هذه. دونك بطبيعة الحال وأنا لما خدمت مع صالح الرحال، صالح الرحال كان يخدم على المنطقة هذيك الكل ما فيها جندوبة. مع العلم وانا في جندوبة، وقت مشيت انا نخدم في جندوبة من ثم كان زوز محامين برك. انا بديت في جندوبة عام 73، في جندوبة ثم كان زوز محامين، كانوا محامين يجيوا الجندوبة من باجة او من الكاف. فانا لما مشيت يعني كان فريمون يعني الميدان فارغ. دونك اتيح لك انك تخدم، لكن زاد تفعلت وتعرف الثقافه نتاع المنطقه غاديك، تعرف انه الناس زاد كانوا يطلبوا الاستشارات يمكن في خارج وقت الاستشاره، كنت متاقلم معناها مع ثقافه الناس والعقليه نتاعهم في تعاملك المهني هكا. معناها انا ولد المنطقه وانا نعرف الناس وناس معناها عندي علاقه بهم، ولهذا العادات اللي كانت موجوده ما كنتش يعني نستغربها، ما كانش مفاجأة لي أنك في الليل أو يوم راحة يجيك الإنسان ويطلبك باش تقابله ويعطيك أوراق ويقول لك اقراهم قدامي وشوفهم وقول لي شنو وإلى آخره. هذه كلها من الحاجات اللي نقبلها بحكم الثقافة السائدة في المنطقة هذيك، ويلزم نعاملوا الناس بما يعلمون يعني ماشي. بعد جندوبة أستاذ موصف الباروني قررت أنك تفتح المكتب متاعك في تونس، وهي نوع من المغامرة الجديدة بما أنه التريتوار هذاك مش التريتوار متاعك. أكيد أكيد، يعني بالنسبة للمهن الحرة يعني كل إنسان موجود فيها هو لنا سوق مقسمة وموزع، بس يجي أنت يعني إضافة للشيء الموجود. أي. فكل ما يجي تجي في مستوى الإضافة بتلقى صعوبات، أولا في الاستقرار، ثانيا في العلاقات، ثالثا في العمل. فأنا لما جيت لتونس كانت مغامرة بالنسبة لي أنا،
وجاياني لتونس ما كانش فقط على خاطر نحب نبدل مكان العمل نتاعي، لا معليش، كان الغايه منه اني ندخل تطوير نوعي في المهنه نتاع المحاماه. كنت من خلال زياراتي اللي عملتها والتجارب اللي شفتها في الخارج خاصه، وان العمل نتاع المحاماه ما يقعش على مستوى فردي، واحنا في تونس نخدم كل محامي لاهي بيروه لاهي بكليونات نتاعه والخدمه نتاعه والكتاب الى اخره. دونك مشيت في شراكه، انا مشيت على اساس انه ناسسوا في تونس ان مهنه المحاماه تمارس في شركه في مجموعه دفوكا. والمجموعه هي بيدها تؤدي بناء الى عمليه التخصص. دونك كانت اول سوسيتي دافوكا في تونس، اول سوسيتي دافوكا ابري لاباريسيون دو لا لوا سو لي سوسيتي دافوكا، خاطر ما كانش زعما عندنا قانون ينظم شركات المحامين. فصدر القانون عام 1998 اعتقد، بعدها بشهر بالضبط انا كونت الشركه هذه في تونس. نختتم الفقره نتاعنا في وصولك لتونس، اكيد فما العديد من الاسرار خليوك تجي لتونس وخليك تنجح، وما انت ما ترفعتش كان في تونس، ترفعت حتى في الولايات المتحده الامريكيه، ترفعت في برشا بلدان في العالم، وهذه لازمها خبره خاصه، لازم تعرف القوانين زاد نتاع الدول هذيا باش نجم تخوض في قضايا على المستوى العالمي. هذه الفقرة متاعنا متاع رحلة الكفاح، لكن عندك رحلة أخرى باش نكتشفوها بعد شوية في الفقرة متاعنا. أقعدوا معنا مشاهدينا، الأستاذ محمد مصطفى الباروني هو ضيفي في أول حلقة، الطريق إلى القمة متواصلة.